وان شاء الله فامي كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. المهم اليوم جبت لكم واحد الموقع اللي واعر بزاف كيخصم الناس ديال انستغرام اللي باغيين يزيدوا مشاهدات وتعليقات ومتابعين. ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تخليونا كومونتير تحفيزي باش مره اخرى ان شاء الله ندير لكم ابليكاسيونات زوينين زوينين بزاف، وتابعوا معنا خطوه خطوه. يلا اخوي، المهم الخوت دابا كندخلوا اول حاجه هي جوجل كروم. كما كتشوف معنا اول حاجه خاصك ديرها هي انك تفتح انستغرام وهمي باش يمكن لك انك تزيد متابعين وتزيد تعليقات وتزيد لي لايك وتزيد مشاهدات في الانستغرام ديالك. اول حاجه خاصك ديرها انك كتفتح كونط وهمي. المهم اي ايميل كتبتي غير على الله، واخا تكتبو غير على الله غادي يدخلك في هذيك الابليكاسيون. ها انت نديرو حنا غير ايميل على الله وهمي وصافي. المهم اخوتي ثاني حاجه كديروها انكم كتدخلوا التصويره ديالكم باش يمكن لهم يقبلوا الانستغرام الوهمي ديالكم. حنا غادي ندخلوا اي تصويره عاديه، كليك على اوكي، كدير ريجستري، كتسنى واحد شويه. التصويره خاصكم ضروري تدخلوها وضروري تنشروا شي تصويره في الانستغرام الوهمي اللي غادي ديروا بحال هكا على شي كندير دابا انا باش يقبلوها ليكم. ولا بغيتو زعما تزيدوا متابعات بزاف خاصكم تحلوا بزاف ديال الكونطات وهميين باش ما يوقفوا لكمش، وهكا يقدر تطلع لي فيو عندك في انستغرام ويطلع لي لايك ولي كومونتير مشاهدات. المهم ها هو انستغرام تحل. وثالث حاجه خدي دابا الحاجه المهمه هو الموقع اللي غادي نمشيو ليه له دابا نيت. ها هو الموقع اللي نخلي لكم في الوصف ان شاء الله، كنتمنى تحملوه. نشوفوا الصوره توضح لكم. هذا هو الموقع اللي قلت لكم، ها هو fansreal.net. كتدخلوا له هكا كيعطيكم يمكن لكم ديروا اللغه اللي بغيتو نتوما باش ما بغيتو لونغلي فرونسي عربيه، حنا نديرو عربيه. تدير تسجيل الدخول، هنا كيعطيك تكتب الكونت ديالك اللي فتحتي هذاك الحساب الوهمي ياك. هذا هو الحساب الوهمي اللي هضرت لكم عليه، ها هو. غادي نديرو الكود، كتسناو شويه باش يدخل لكم. ها هو، هذه هي الواجهه ديال الموقع اللي قلت لكم. كاينين شي خاصيات فيه مازال ما خدامينش، ولكن مع الوقت يقدر يخدموهم. كاين هنا ارسال الى بغيتي ترسل المتابعين، هنا كاين الا بغيتي تزيد تعليقات خلاص كلشي باين قدامكم. هنا الا بغيتي تزيد مشاهدات في شي فيديو، وانا غادي نوريكم الطريقه باش تعرفوا. انتم مرتو معايا البلا اخوتي، شوفوا الانستغرام ديالي، انتم الاخوان شوفوا هذا الفيديو، هذا فيه 1853. غادي نكوبيو اللين ديالو ياك، غادي نمشيو لجوجل كروم نديرو ارسال مشاهدات. هنا تيقولوا لك دير الناس يدير الرابط اللي غادي تزيد له مشاهدات، كتبرك البحث. ها هو كما شفتوا معايا الفيديو، هنا تيقول لك شحال المشاهدات، حنا سيدي نديرو غير 200 وما شوف شحال يعطيونا. هما كيعطيوك شي حاجة الفلوس هنا، ولكن كتسالى يعني فاش يتسالى وكهادشي خاصك تعاود تفتح كونت آخر وهمي، وهكا كتبقى غادي متبع باش كتزادوك ليفي وكيتزادوك تعليقات وكيتزادوك المتابعين. ما تنساوش الاخوان الى عجبكم الفيديو خليونا تعليق زوين وتابونا فلاش اذا كنتي اول مره تتفرج، بارطاجينا الفيديو. كتسنى شويه لحقاش كياخذ شويه الوقت. كما كتشوفوا ها هي بالخضر تم الارسال المشاهدات الى الفيديو بنجاح. دابا شوفوا معايا الطلبه، ها انتم اخوان المشاهدات اللي كانوا عندنا قبل 1853، ردوا معايا البال. احنا نديروا هذه بشحال ولات، شتو ولا ما شتوش؟ هي 2304، يعني هادشي راه ماشي كذوب وداكشي فري. دابا خوتي نمشيو للطريقة الثالثة إن شاء الله اللي هي إرسال المتابعين اللي هي هادي. هنا كيطلبوا منك دير اسم المستخدم، غادي نديرو طبعا عوسة تي في واحد، غادير بحث عن المستخدم. هنا تيقول لك شحال باغي تصيفط ديال المتابعين، حنا ما غاديش نصيفطو 4000 ولا كدا، نديرو غير 100 ابوني. هادشي كياخد شويه الوقت كيتعطل، ولكن بقات تعاودوا باش يمكن لكم تحصلوا على المتابعين بزاف.
ما كتشوفوا اخوتي تم ارسال بنجاح. اللي بغيت نذكركم الاخوان خاصكم ديروا الاسم الحقيقي ديال الكونت اللي غادي تصيفطوا للمتابعين والمشاهدات، ولكن في هذا الموقع خاصك دير حساب وهمي. نمشيو دابا نشوفوا شحال ولات عندنا. انتما كانت عندي 1331، ها هما كيجيو شفتوهم ولا لا؟ ها هما راه عاد كيجيو هادو. وردوا معايا البال، شوفوا هنا شتو كي كيتزادوا ولا لا. المهم هادي هي النتيجة خوتي. انا ما بغيتش نزيد نطول عليكم فيديو، يعني نتوما ديروا هاد الطريقة هادي وحاولوا تحلوا بزاف ديال الكونتات وهميين الا بغيتوا المتابعين بزاف. المهم اخوتي كان هذا هو الفيديو ديالنا، كنتمنى ان الاعجاب ديالكم. اللي اول مره يشاهد هذا الفيديو ما ينساش يخلينا ابوني ويخلينا تعليق ويشارك الفيديو مع الاصدقاء ديالو. ولا عجبكم الفيديو وبغيتوا مواقع بحال هادو وتطبيقات بحال هادو، مرحبا على راس العين، وكل جديد ان شاء الله اللي غادي يعجبكم. وشكرا لكم كاملين وتحياتي لكم خوتي، كنموت.